فيها نوع من عدم الاتفاق، لكن واضح من خلال البيان أن اللوم وضعته على الأطراف التي يجب أن يلقى اللوم عليها، وضحت تماما أن الخلاف الأساسي في واحد من الأشياء في الترتيبات الأمنية فيما يخص ملف دارفور، لأن حركات دارفورية أعادت فتح نقاط تم الاتفاق عليها من قبل. يعني في الجولات السابقة تم مناقشة مجموعة من النقاط فيما يخص ملف الترتيبات الأمنية، تم الاتفاق عليها والتوقيع عليها للذهاب قدما إلى مواضيع أخرى. في هذه الجولة تم إعادة فتح هذه الملفات، وهو طبعا غير مقبول لأي وساطة في العالم أن تفتح موضوعا تم الاتفاق عليه. هناك أيضا وهذه الموضوعات نفسها سيد نهار أشار بيان الآلية الإفريقية رفيعة المستوى أنها تتعارض مع الخارطة التي تم التوقيع عليها. نعم، هذه النقطة الثانية التي سوف آتي إليها، لأنه من خلال هذا البيان أيضا اتضح تماما أن هناك نقاط أخرى غير هذه نقاط الترتيبات الأمنية تمت محاولة إضافة نقاط أخرى تتعارض تماما مع خارطة الطريق. حاولت الوساطة عمل رؤى توفيقية أو متوازنة، لكن تم رفض هذه الأشياء من الحركات الدارفورية، خاصة فيما يخص أماكن تجمع القوات وأيضا آليات مراقبة وصول المساعدات الإنسانية. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أيضا فيما يخص العملية السياسية فيما يخص دارفور، وفقا لقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي وقرار مجلس الأمن الدولي، وثيقة الدوحة تعتبر هي الأساس للنقاش، مع إمكانية إضافة انشغالات الأطراف المختلفة. الحكومة وافقت على هذه النقطة أن وثيقة الدوحة تكون الأساس، ويمكن إضافة نقاط الانشغالات الأخرى ومناقشتها، لكن من حيث المبدأ رفضت الحركتين وثيقة الدوحة كأساس. وهذا طبعا رفض للقرار الذي تم بموجبه تكوين هذه الآلية، وهو مجلس السلم الأفريقي. نعم. ومجلس الأمن الدولي. نعم. نعم. النقطة الأخرى. نعم تفضل. النقطة الأخرى، حكومة وافقت على تلك المقترحات مع تقديم واحد من الأشياء أيضا، تقديم أجندة جديدة في هذه الجولة لم تشمل من قبل الحركات، لم يتم النقاش حولها في الجولات الفائتة. وأيضا من النقاط التي تم الاختلاف عليها، نأتي الآن لملف قطاع الشمال. فيما يتعلق بقطاع الشمال، قالت الآلية الأفريقية أنه تم الاتفاق في كل النقاط ما عدا نقطة واحدة كان الخلاف حولها، هي نقطة المساعدات الإنسانية. نعم. ولعل في هذه النقطة سيد نهار بيان الآلية الإفريقية رفيعة المستوى كان منصفا حينما تحدث بوضوح بأن الحكومة تجاوبت، الوفد الحكومي تجاوب مع المقترحات التي قدمتها الوساطة مع ما يتماشى مع سيادتها الوطنية. نعم، لأنه طبعا الموقف موقف الجانبين كان كالآتي. الحركة الشعبية قطاع الشمال كانت ترى أنه وصول هذه المساعدات من نقاط تشوين أجنبية. الحكومة وافقت على وصول، يمكن أن يكون منشأ هذه المساعدات أجنبية، لكن يجب أن تمر عبر المعابر الرسمية، سواء المطارات سواء المواني السودانية. وهذه طبعا من ناحية سيادية موقف لا غبار عليه، ولا يمكن لدولة ذات سيادة أن تجبرها على وصول مساعدات لأراضيها من المناطق أخرى لداخل أراضيها. حاولت الوساطة إدخال موقف جديد أنه تتولى الأمم المتحدة هذه العملية برمتها، لكن طبعا هذا فيه مساس للسيادة السودانية، ورفضت الحكومة هذه النقطة. لكن مبدأ أنه وصول مساعدات من مناطق أجنبية لم ترفضه الحكومة. الحكومة رفضت فقط أن يكون انطلاق هذه المساعدات ووصولها المواطن دون المرور عبر المعابر. أشكرك. السودانية. أشكرك على الإفادة الأستاذ نهار عثمان نهار، أنت الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة الموقع على اتفاقية السلام جناح دبيجو. شكرا لك.